مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في استوديو المنتصف ومن صنعاء الى الجوف والان الى مأرب، حيث هنالك ايضا الكثير من المستجدات فيما يتعلق بالجرائم البشعة التي يرتكبها الحوثي وصالح في هذه المنطقة. بحسب المركز الإعلامي لمقاومة دمار فإن 55 سجن ومعتقل يقبع الآن في داخل أكثر من 2000 مختطف من محافظات الجمهورية المختلفة. ووفقا للمركز فإن الحوثيين يقومون بإخضاع المختطفين لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي. يذكر أن 9 حالات وفاة للمختطفين في سجون الحوثيين منذ عامين، كان آخرها شاب في مديرية عتمة قبل أيام. كثير من الانتهاكات في محافظة ذمار سأناقشها مع عبد الله الضبياني وهو نائب رئيس المركز الإعلامي بمحافظة دمار. سيد عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أخي الكريم ومرحبا بك على قناة يمن شباب. نحن في استوديو المنتصف نرصد آخر المستجدات وأهمها في الميدان وفي ذمار. هنالك أكثر من 50 معتقل سري للحوثيين في ذمار رصدته بعض التقارير. ما الذي يجري بالضبط؟ يعني هل هذا الرقم صحيح وماذا يحدث داخل هذه المعتقلات؟ نعم، يعتبر هذا الرقم هو رقم صحيح. أكثر من 50 سجن سري للميليشيا الانقلابية في محافظة ذمار. هذه السجون التي أنشأتها هذه العصابة تحولت إلى أماكن لتعذيب المناوئين الذين يتم اختطافهم من أبناء المحافظة. نعم. ولم تعد مقتصرة على الإخفاء القسري للمناهضين لهذه العصابة، بل تقوم هذه العناصر بممارسة أسوأ أنواع التعذيب بحق المختطفين من أبناء المحافظة وغيرها من أبناء المحافظات الذين يمرون. عبد الله، بداية لماذا تختطفهم؟ هؤلاء متهمين بماذا؟ يعني من هو الذي عرض للاختطاف الآن في ذمار؟ المواطنون بشكل عام، من يشتبه به بأنه مناصر للشرعية أو مناهض للانقلاب أو لديه أقرباء في مأرب، فيتم الضغط على هؤلاء بتهمة أو يتم اختطافهم بتهمة أنهم دواعش أو أنهم مناهضون للانقلاب. يعني ممكن الاختطاف لمجرد الشبهة فقط؟ يعني الشبهة، لا توجد هناك تهمة مباشرة. نعم. ولذلك هؤلاء المختطفين يتعرضون للتعذيب النفسي ويتعرضون أيضا للتعذيب الجسدي. بينهم تربويون، ناشطون، إعلاميون، شباب، كل من يخالفهم الرأي يعتقل. طيب أخي الكريم، أنا فقط أريد أن أصحح البعض، مش أصحح، أتأكد من بعض المعلومات. أنتم كيف حصلتم على هذا الرقم، هذه الإحصائية 50 أو 55 معتقل؟ هل هي معتقلات سرية بمعنى في منازل، في بدرومات، في أماكن مختلفة، أم أنهم حولوا حتى المؤسسات والجهات الرسمية إلى معتقلات؟ نعم يا أخي الكريم، تم الحصول على هذه المعلومة بناء على تقرير مرفوع من فريق الرصد الحقوقي بالمحافظة. نعم، هناك أماكن يتم العصابة تستخدمها كسجون سرية، كعمارة الأوقاف في عاصمة المحافظة والمجلس المحلي. هناك سجون سرية أيضا بقرية عمد في مديرية عنس. هناك سجون سرية أيضا في قرية وشل. أيضا جبل هران تم إعادة استخدامه بعد أن تم قصفه واتخاذ سجناء فيه دروع بشرية. هناك سجون سرية في منطقة أيضا عيشان. هناك سجون سرية أيضا في مدينة معبر. أيضا دار القرآن الكريم بالحدى تم اقتحامه، ثم بعد ذلك تم تحويله أيضا. طبعا طالما هذه المعتقلات غير قانونية وسرية كما تذكر، وبالتالي ممكن تكون العدد أكبر من ذلك بكثير. طالما هي سرية قد لا يستطيع الراصد أن يرصد كل المعتقلات. لكن خلينا نتحدث عن يعني من هم المتواجدين هناك، يعني هل هم من محافظة ذمار أو من محافظات أخرى مختلفة مجاورة؟ يعني بالنسبة لأغلبية المختطفين هم من أبناء المحافظة. ويوجد أيضا في المحافظة سجون سرية لغير أبناء المحافظة. كثير من أبناء المحافظات المجاورة يتم اختطافهم في محافظتهم، ثم بعد ذلك يتم تهريبهم إلى السجون السرية بمحافظة ذمار. لذلك السجون هذه
لأبناء المحافظة. طيب قبل قليل كنت بدأت تتحدث عن التعذيب الوحشي النفسي والجسدي، يعني تفضل، أنا قطعت حديثك وأنت تتحدث عن أنواع التعذيب التي تمارس في هذه المعتقلات. نعم يا أخي الكريم، تفضل. يتعرضون كما ذكرت لكم إلى إرهاب نفسي وتعذيب جسدي، ويتم ضرب المختطفين وتعذيبهم أيضا بالكهرباء، تهديدهم أيضا بالتصفية، يستخدمون كل وسائل التعذيب البشعة والإجرام النفسي والجسدي. وهناك شواهد كثيرة، من ضمنها اختطاف الطفل حمير العسودي عمره 15 عاما، هذا اختطف كرهينة بهدف الضغط على والده من أجل تسليم نفسه، ومجموعة أطفال آخرين. شخصان فارق الحياة تمام من شدة التعذيب في سجون الحوثي، أحدهما من مغرب عنس والآخر من محافظة فعز، وغيرها من الأعمال الإجرامية التي تمارس. بعض التقارير سجلت أن هنالك نحو 9 حالات وفاة يعني جراء التعذيب منذ العام 2014 حتى الآن، هل هذا الرقم دقيق أم أنه ممكن أن يكون أكثر من ذلك؟ قد لا يكون الرقم دقيق، هناك أكثر من هذا، لأن هؤلاء 9 هم الذين ظهرت يعني نتائج التعذيب النفسي والجسدي لهؤلاء، ولذلك هناك أعتقد أكثر من هذا العدد يخضعون، يعني أكثر من هذا العدد قد توصوا. أخي الكريم، الآن كناشطين، كحقوقيون، كمؤسسات مجتمع مدني موجودة، كمنظمات محلية، هل سنبقى فقط هكذا نرصد هذه الأرقام، أرقام يعني ضحايا التعذيب، أم أنه بالإمكان أن نعمل شيء؟ ما الذي يمكن أن نفعله يعني؟ يا أخي الكريم، نحن بدورنا نرصد ثم نناشد جميع المنظمات الحقوقية أن تتوجه إلى محافظة ذمار وأن تمارس عملها بمهنية كاملة، لأن هؤلاء المختطفون لا يحظون بأي معاملة إنسانية أو أي رعاية صحية، وأيضا هؤلاء المختطفون يتم إجبارهم على توقيع تعهدات تبيح دماءهم وأموالهم ومنازلهم في حال تم الاشتباه بممارستهم لأي نشاط. هل استجابت أي منهم؟ هل استجابت أي من هذه المنظمات لمناشداتكم؟ للأسف الشديد لا يوجد أي منظمة إلى الآن تستطيع أن تمارس عملها بشكل مهني وشفاف. المنظمات التي تعتبر مهنية ولها حق العمل في هذا المجال تم اقتحام مكاتبها وتم طرد العاملين فيها بتهمة أنهم يساندون الشرعية. إذن أشكرك شكرا جزيلا، أتمنى أن أراك في حلقة قادمة لرصد آخر المستجدات في ذمار. عبد الله ضبياني، نائب رئيس المركز الإعلامي بمحافظة ذمار. مشاهدي الكرام، أشكركم أنتم أيضا على طيب المتابعة. إلى هنا ينتهي استوديو المنتصف، أراكم غدا في نفس هذا التوقيت. إلى اللقاء.